يواصل العراق العمل على دعم قطاع الطاقة بمساعدة من منظمات دولية ومن خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، إذ يستهدف العمل على بناء مشروعات جديدة تقلل الضغط على منظومة الكهرباء الوطنية. في هذا السياق وضمن جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، افتتحت المرحلة التجريبية الأولى لمشروع خلايا الطاقة الشمسية في منطقة عين التمر ضمن محافظة كربلاء، وذلك بتشغيل 3 مواقع جديدة. الوكالة الدولية تعمل على دعم الحكومة العراقية والمواطن العراقي من خلال توفير مزيد من الطاقة النظيفة والمياه. هذا المشروع سوف يحل المشاكل الثلاث المهمة المتعلقة بالتكيف وتغيير المناخ ونظام الري بالطرق الحديثة في العراق، وتقليل انبعاث الكربون عن طريق تقليل استخدام مضخات الديزل. المشروع الجديد يهدف إلى معالجة شح المياه في منطقة عين التمر، الأمر الذي تسبب بهجرة كبيرة من قبل فلاحي ومزارعي المنطقة نحو مراكز المدن. إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتشغيل 3 مواقع من ضمن 14 موقع باستخدام الخلايا الشمسية الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء لمضخات الآبار. حقيقة هذا المشروع راح يستهدف 900 دونم كمرحلة أولى. حاليا المعمول بها حاليا في عين التمر، وهي حقيقة نريد تصير نموذج لبقية محافظات بالبلد، وذلك الاعتماد على المياه الجوفية عن طريق الآبار وتنظيم شبكة ري بالأنابيب المغلق، ومن ثم اعتماد الطاقة المتجددة النظيفة الكهرباء لتشغيل الغطاسات لهذه الآبار، حيث كانت في السابق تعمل على الديزل وكلف عالية جداً. الفلاحون المستفيدون من المشروع أكدوا أن وجود مثل هكذا خطط ساعدت على إحياء أراضيهم في المنطقة التي تأثرت كثيرا بالتغير المناخي وشح المياه. شحة المياه بعين التمر هو هذا السبب المشكلة، فهذا المشروع إن شاء الله هو هذا هي البساتين وهي القضاء عين التمر. هذا مشروع رائد، وحقيقة راح تكون قفزة نوعية من تاج النخيل والمحاصيل الزراعية اللي هي ضمن أرض عين التمر. يذكر أن قضاء عين التمر في كربلاء يعتبر من بين أهم الوجهات السياحية والتاريخية للمحافظة، نظراً لوجود عدد من القصور التاريخية القديمة وكذلك عيون المياه والتي تأثرت بطبيعة الحال بالتغير المناخي، إضافة إلى امتيازها بتعدد أنواع وصنوف النخيل، إذ يعتبر بعضها نادراً.